تحت عنوان المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس منصة واعدة للأعمال في لبنان، استضافت غرفة بيروت وشبه لبنان جلسة نقاش حول آخر التطورات الحاصلة على مستوى المنطقة والمشاريع التطويرية المستقبلية، وتم استعراض ما تم إنجازه منذ تأسيسها منذ 3 سنوات حتى اليوم ومراحل التقدم لتصبح واقعا في أقرب وقت. اللقاء حضره رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ريا الحسن وأعضاء الغرفة ورجال أعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية وحشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية والجمعيات والنقابات ورجال أعمال وإعلاميون. شقير أشاد بالإنجازات المحققة حتى الآن في المنطقة الخاصة بطرابلس داعيا إلى الإسراع بتأليف الحكومة والاستفادة مما قرره مؤتمر سادر، ولفت إلى أن ما يدعو للتفاؤل أن المنطقة الاقتصادية خطت خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية. إننا نعول بشكل كبير على دور هذه المنطقة الذي لم يكن محصورا على المستوى الداخلي، إنما أيضا في الإسهام في إعادة إعمار سوريا والعراق. رغم كل المشكلات التي نمر فيها، إلا أن البلد لا يزال يختزن الكثير من العوامل الإيجابية التي يمكن البناء عليها لإعادته إلى طريق التعافي والنهوض. لكن الخطوة الأولى والمطلوبة بإلحاح تتمثل بالإسراع في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعطي الإطمئنان والثقة بالبلد في الداخل والخارج. أمل حسن فقالت إن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس هي مشروع حيوي للمستثمرين اللبنانيين العرب والأجانب، كما تشكل مدخلا لإطلاق عجلة النمو في الاقتصاد المحلي. نشوف حالنا صراحة منصة رئيسية للأعمال والتجارة في لبنان ورافعة أهم شيء يكون نموذج لبيئة أعمال محفزة للطباع. لابد هنا أن أشير إلى إنجاز نوعي حققته المنطقة بدعم من الرئيس الحريري، وهو قرار مجلس الوزراء لإنشاء مدينة المعرفة والابتكار في معرض رشيد كرامي الدولي. وكانت الحسن قد فندت مهام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس كما ورد في نظام إنشائها ودورها في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتحسين التبادلات التجارية العالمية.